ثانية بس تمام؟ بدايةً لازم نعرف إنه شنو الإمبريولوجي؟ إحنا أخذنا يعني دائماً نعيد هذه كم كلمة الإنترودكشن مع الإمبريو الإمبريولوجيكال ديفلوبمنت إنه هي سبير وزايغوت تحدون العفو سبير مواسع تحدون يسوون الزايغوت الميتوتيك ديفيجن تحول إلى مريولا مريولا بلاستوسيست البلاستوسيست عبارة عن إنر سيل وأوتر سيل الإنر سيل راح تصير ديسك شيب زين وراح تسوي الإيبوبلاست والهايبوبلاست بعدين هذه البايلامينر جيم ديسك راح تصير بالجاسترولاشن اللي تحول إلى ثري جيم لاير الإكتوديوم والميزوديوم والإندوديوم كل طبقة من ذني ثري لايرز راح تعطينا سيستم أو مجموعة سيستمز معينة. بداية النيرفا سيستم جايب من الإكتوديوم تمام؟ فالنيرفا سيستم جاي من الإكتوديوم أوكي. أنا شنو عندي؟ عندي هذا البايلامينر جام ديسك اللي دا تشوفوه اللي هو متكون من الإيبوبلاست وهاي اليلو ستركتشر هو الهايبوبلاست. أثناء الديفلوبمنت شو راح يظهر؟ راح يظهر هذا الستركتشر اللي سميناه البريمتيف ستريك. طبعا البريمتيف ستريك يظهر بالكود الوارد أو ذا إمبريونيك ديسك الجهة السفلية من الإمبريونيك ديسك التيب مالته والإن سيفاليك إن نسميها البريمتيف نود. شنو فائدة هذا البريمتيف ستريك؟ البريمتيف ستريك راح يصير مثل النهر اللي يصب به المي راح تبدأ الخلايا تهاجر من طبقة الإكتوديوم وتنزل بالبريمتيف ستريك وتنزل تحت البريمتيف ستريك بين الإيبوبلاست والهايبوبلاست وتصير بها ديفرنشيشن. أول طبقة اللي راح تصير إن كونتاكت هي الهايبوبلاست هي الإندوديوم تبقى مجموعة الخلايا اللي بعدها راح يصير الميزوديوم تبقى الخلايا اللي موجودة بالإيبوبلاست الشيشو تحول إلى الإكتوديوم. هذه المنطقة بين البريمتيف نود والباك أوف رانجر ممبرين بالإمبريونيك ديسك راح يصير بيها ثيكنينج. أوكي راح يصير بيها ثيكنينج راح تعطيني ستركتشر شو اسمه النيورال بليت. أوكي هاي النيورال بليت اللي حكينا قلنا بنهايتها هاي النيورال بليت هي موجودة وين؟ هنا امام البريمتيف نود بين الباك اوف رانجر ميمبرين وبين البريمتيف نود بالنصف مال الامبريونيك ديسك. هي بالبدايه بليت مسطحه بعدين حواف هذه البليت راح ترتفع نسميها النيورال فولد وعندما ترتفع الحواف راح تتقارب من بعضها لحد ما تتحد راح ينتج النتيجه النهائيه هو تيوبلر ستراكشر نسميه النيورال تيوب. من تكون النيورال تيوب راح يبدي يصير بي كلوجر انتهى خلاص صار بي كلوجر راح يبدي الديفرنشيشن راح السيفاليك بارت يكون البرين والكودال بارت راح يكون سبانال كورد. اوكي احنا اليوم راح نحكي بتفاصيل مبسطه زين شلون راح يتكون البرين وشلون راح يتكون سبانال كورد. بس اجاوبكم الصوره النيورال بليت زين هذا البريمتيف نود هذا البريمتيف ستريك النيورال بليت تظهر لنا في المنطقة أمام البريمتيف نود اللي هي عبارة عن ثيكنينج بالإكتوديوم الحواف مالتها نصيح لها نيورال فولد تبدي ترتفع عن الهوريزونتال لاين وتتقارب ويبدي الفيوجن الفيوجن يبدي سنترال زين بالسيفاليك ريجن بالسيفاليكال ريجن وينمو باتجاه السيفاليك بار الى الاعلى والكود البارت الى الاسفل زين هاي صورة تطور وتسلسل الانفيوجن مال النيورال تيوب هذا هنا صار كلوجر بالنيورال تيوب زين من انغلق النيورال تيوب شو راح يكون؟ راح يكون متواصل مع السراوندينج امنيوتيك كيفيتي باي كرانيال اند كودال اورفيس انصح لها النيورال بور عباره عن اوبننج تربط التيوب نفسه اللي هو بيلومن كل تيوب بيلومن
وهذا اللي هو من مال التيوب يتواصل يعني الكوميونيكيشن ويا السراوندينج امنيوت الكافيتي عن طريق اورفيس مساحتين يونيفورم. هذاك كان سيرفس يعني بيكتشر. هنا ماخذين كات سكشن مطلع الثري لايرز مال الديسك اللي هي الاندوديرم والميزوديرم والاكتوديرم. مبين لنا شلون هذه النيورال بليت ترتفع الحواف مالتها. طبعا حافة النيورال بليت السيلز الموجودة بالحافة مال النيورال فوق نسحلها النيورال كريست سيل. بعدين تصير فيوجن. اوكي هذا النيورال تيوب. السيفاليك اسيد قلنا انه هذا التيوب هو راح يتحول الى السنتر نيرفس سيستم. السيفاليك بورشن راح يتكون على يتهيئ على شكل برين فيسكلز راح يصير على شكل فيد اوت باتشنج اوت يعني شلون فيسكلر جروب زين. هو الكود اللي يفتح التيوب لاستر راح يسوي لنا فالسيفاليك اند راح يسوي لنا في 3 دايليشنز البرايمري برين فيسكلز اللي هم البروسيفالون اللي هو فور بدن فور برين نفس فور برين يعني الجزء الامامي والميزنسيفالون اللي هو الميد برين واخر شيء الرومبنسيفالون اللي هو هاي البرين زين. فالبرين زين اللي بشوف طلابي ما حاخذ حضور يجي منتظر ياخذ حضور هو لو ما يجي يوم مرات يجي احتمال ما يجي. فاللي عاجبه شاي منها كلمه منها بس يفضل يطلع. اوكي لان اكو جواب بالاخير قاعد يسولفون صوت واصل. انا ما عندي مشكله يسولفون يعني بس صوتهم هذا وصلنا صوتهم مزعج. فعيوني قلنا انه السفالك ريجن راح يصير عباره عن 3 دايليشن اللي هي البرين فيزيكلز. ثاني من عندهم راح يصير ديفرنشيشن ديفلوبمنت مال البرين. راح نعرف كل وحده شنو راح تطيح. زين بين هذه الفيسكوس والدايليشنز احنا نصحين الفلكتشرز. لان الفلكتشرز السيرفايكال فلكتشر وين موجود؟ باتحاد الهايند برين ويا السبايكال كورد منطقة اخر جزء هو الهايند برين مع السبايكال كورد اكو فد يعني شلون انحناء نصحي لها السيرفايكال فلكتشر يعني العنقية. والسيفاليك فلكتشر وين موجود؟ موجود داخل الميد برين نفسه بالميزنسيفالون نفسه. هذه الصورة شوفوا لي نيرولوجي هذا الكودال بارت اللي حسونا السبينال كود وهذا السيفاليك بارت اللي هو البرين فيزيكلز. عندنا هذا الفور برين او البروزنسيفالون زين وعندنا هذا الميزنسيفالون هاي الفلكتشر اللي قلنا عليها السيفاليك فلكتشر واخر شيء هذا الهايند برين ويا السبينال كود وهذه السيرفايكال فلكتشر. زين نفسهم يعني فيرذر ديفلوبمنت مال الذني الفيزيكلز ايش راح يكون؟ راح يكير راح يؤدي الى الميزنسيفالون يبقى نفس اوكي اللي هو الميد برين اللي راح بعدين كان تنج الثيرد والفورث من اللي راح يصير في فيرذر ديفرينشيشن الفور برين والهاند برين. الفور برين اللي هو الميزنسيفالون راح يصير بي تمايز الى التيلينسيفالون اللي راح يسوي لنا شنو؟ هو عباره عن جزء وسطي واوت بوكيتنج من الجهتين. ذني الاوت بوكيتنج اللي قلنا راح يطن السيرفرال هيمسفير اوكي؟ والميد بورشن مالتي زين؟ فهن عباره عن تو ليفل اوت بوكيتنج وميد بورشن اللي هم منو؟ السيرفرال هيمسفير. بعدين راح ينمون الى السيرفرال هيمسفير. والجزء الاخر من الفور براين اللي هو داين سيفالون زين؟ اللي يعطينا الاوبتيك فيزيكلز اللي راح يعطي منطقة الاوبتيك نيرف والاوبتيك فيزيكلز هذا زين. فالتيلوسيفيرون هذه اللي هي عبارة عن سنترال ليجن واوت بوكيتنج روث. طبعا هنا هاي الصورة هي عبارة عن ماخذها شنو؟ ساجيتال سكشن قاصها هيك شكل. فإذا نشوف احنا الانترنت اسبكت من جزء مقطوع يعني هو هيك وقاطعة. فإذا نشوف احنا هذا الجانب الانترنت اسبكت فهاي الاوت بوكيتنج اللي هي تيلوسيفيرون وهذا الدايسيفيرون زين. هذا الميزوسيفيرون راح يبقى نفسه اللي راح يصير بعدين نراوي زين بي
اللي هي شنو هي؟ اللي هي اكوداكت، بعدين راح يكون الاكوداكت اوف سيرفس. زين تجي المن للروب السفر، المن راح يتمايز طبعا دي فرو اللي هو الروب السفاليك اسمس، يفصل الميزوسفلم من الروب السفلم، هذا هذا الميزوسفلم من هذا كله الهاند برين او الروب السفلم، هذا شنو الروب السفاليك اسمس اللي يفصلهم نرو او نرو دي فرو، يعني مثل التقعر زين، يفصل الميد برين من الهاند برين. نجي للهاند برين راح يتمايز المن، لا يتمايز الى الميتاسيفيرون والمايلينسيفيرون. الميتاسيفيرون نفسه راح يحط البونز والسيربيلم، بينما المايلينسيفيرون ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا الميدولا بلونجاتا اللي هي الموست كوردال بارت اوف ذا برين. الميدولا بلونجاتا اللي احنا نصيح لها النخاع المستطيل بالاحياء زين، اللي هي موجوده جزء يتصل مع السبانال كورد زين، اول ما يدخل او يطلع السبان كورد من الفريم الماجنم يكون اول ستراكشر قاعد على الفريم الماجنم من هو ميدولا بلانجاتا. لذلك الميدولا بلانجاتا لما يصير برين هيرنيشن زاد انتراكرانيال بريشر يصير هيرنيشن بالبرين ثرو الميدولا بلانجاتا الفريم الماجنم، من راح يطلع الميدولا بلانجاتا. الباوندري بين الميتن سيفيرون والمايلين سيفيرون هو البونتين فراكتشر فراكتشر زين، اللي هو هذا زين. احنا قلنا هو نيورال تيوب، معناها شنو؟ معناها وول واليومن، كل تيوب اكو بيه اليومن اوكي، فمعناها البراين او السبانال كورد اثنيناتهم بهم كافيتيز نتيجه هذا اليومن مال التيوب زين. يعني الكافيتي بالبرين او الكنال بالسبانال كورد اثنيناتهم كونتينوس مع بعض زين، اثنيناتهم شنو؟ على تواصل مع بعض، لكن ممكن يصير نرو منطقه معينه مثل ما راح يصير نشوفها بالاكويداكت زين، وبالمنطقه الثانيه اللي هي انترفيتيكال فريمن زين. فالسبانال الكنال مال السبانال كورد متواصله مع من؟ مع البرين فيسكلز نفسه زين. فهذا السبيس اللي موجود بال يعني الكافيتي اللي موجود بال هاند برين ايش راح يكون؟ راح يكون الفورث فينتركل، هذا راح يكون الفورث فينتركل زين. نجي المن للفورن برين، الفورن برين الدايسيفيرون راح ايش يكون؟ الثيرد فينتركل، بينما الاوت بوكتنج اللي مال التنسيفيرون شنو اللي بيها؟ بيها الكافيتي راح يساوي لنا اللاترال فينتركل زين. اللوم زين بعدين هذا يعني هسه احنا ايش قلنا؟ قلنا راح يصير هنا الثيرد وهنا الفورث فينتكل، هاي المنطقه اللي هي الميد براين راح يصير فيها نيرويك زين، راح تكون نسميها الاكوداكت اوف سيرفيس اللي راح تربط الثيرد بالفورث فينتكل. ذاك الاطفال اللي يلون عندهم هيدروسيفالوس زين اللي هو استسقاء الدماغ، هو شنو؟ هو توسع بالبرين فينتكل خصوصا الثيرد. ليش؟ لانه هاي الدكت الاكوداكت افصل بس هي شنو؟ مغلقه. فعلى مود السي اس اف يطلع من الثيرد يروح للفورث ما راح يلقى مكان، راح يصير شنو؟ برشر دايركت بالبرين فنتركلز، لذلك راح تصير عمليه يعني راح تنتج الابنورمالتي مال هيدروسيفالوس زين. اللاترال فنتركلز كوميونيكيت ويا الثيرد فنتركل عن طريق الانتر فنتركل فريمين زين، هاي المنطقه هنا اللي هي راح يصير الثيرد زين، العفو هاي المنطقة هنا اللاترال ويا الثيرد فينتكل اللي هي انتر فينتكلر فريمد اوف مونرو. طبعا هاي بفرذر ديفلوبمنت هذا هنا كل شيء يعني بالفور ويكس او بالفايف ويكس كل شيء بداية يعني. هاي بما يخص البرين. نجي للسبان كانال، السبان كانال هو الكودال بارت مال النيورال تيوب تمام، وهو تيوب فعبارة عن وول واليومن. الوول مال السبينال كورد شو يحتوي؟ يحتوي نيورو ابيثيليال سيل
فالوول مال اليوروتيوب يتكون من اليوروبيثيليال. هاي اليوروبيثيليال بداية راح تكون الفول ثيكنس مال الوول. كل الوول مال هذا اللومن الوول كله الفول ثيكنس هو اليوروبيثيليال. تمام؟ فيما بعد هاي اليوروبيثيليال طبعا شنو راح يكون ستراكشر مالتها؟ يشبه السيريو ستراتيفايد ابيثيليال. ليش؟ لان هي فول ثيكنس مال تيوب. تفضل. براحتك زين؟ انت تستأذن عبد القوم الجماعة بالاخير سلام ساعة سولفون ما يستأذن زين؟ فالفول ثيكنس مال تيوب اوكي؟ هو عبارة عن يورا في اليسير. ماما انت ابو الاخضر وابو القميص السمائي وانتو السنة كلكم طلبة يعني انا احترامتكم قلت لكم اللي يريد يطلع خير يطلع ما احترمتوني. يلا انت سويت المايك واللي بصفك واللي بصفك واللي بصفك. يلا اخو كافتريا روحوا قعدوا سولفوا بها وياها سيرفيسز مثلنا هنا يابس زين. فهذا الفول ثيكنس مال النيورال تيوب زين هو عباره عن نيورال ابيثيليال سيل. بالبدايه الستراكشر يشبه السيريال ستراتيفايد ابيثيليال، لكن بعدين اثناء الديفلوبمنت في مرحلة النيورال جروب ستيج، النيورال جروب اللي هي منطقة في مرحلة انه من ترتفع النيورال فولد يصير بيناتهم شنو ديبرشن. زين؟ نسميه نيورال جروب. زين؟ فبهاي المرحلة هاي الخلايا تبدأ تنقسم أكثر وأكثر على مود تعطينا النيوروبيثيليال لاير أو النيوروبيثيليوم. فهاي الخلايا البداية فول ثيكنس مال تيوب هي عبارة عن نيوروبيثيليال سيل نصيح لها نيوروبيثيليال لاير أو نيوروبيثيليوم. زين؟ من انغلق وكمل التيوب وكملت كل التفاصيل الكلوجر مال التيوب راح شو يصير؟ راح تبدي يصير فيها ديفرنشيشن الى انذر تايب اوف سيلز. هاي انذر تايب اوف سيلز هي البريمتيف نيرف سيل نصيح لها نيوروبلاست. فراح تعطينا النيوروبيثيليال سيل بعد الديفرنشيشن الخلايا العصبيه الاوليه البدائيه اللي هي نيوروبلاست. وهاي النيوروبلاست هي احنا نعرف الخليه العصبيه هي بادي واكسس ودنت يعني شو يسمون النتوءات عفوا. فالنتوءات السنترال الشورت صحيح دندرايت والطرفي اللي هي الاكس. البادي مال النيوروبلاست راح يكون وين؟ دائما دار السبانال كورد كانال اوكي. فشرحت اللون طبعا احنا نعرف اللون مال الخليه هي رصاص ونتيجه وجود المايلين شيل على البروزات مالتها راح تكون ابيض. وجود هاي النيوروبلاست حول السبانال كورد كانال راح يعطينا سنترال جراي ماتر اللي نصيح لها الطبقه المنتال لير زين اللي هي جراي ماتر مال السبانال كورد. بعدين راح تعطينا زين اللي راح يطلع من النيوروبلاست اللي هو الاكسس مالتهن راح يتجه شنو؟ للخارج اوكي؟ راح يروح على المارجنال لاير مال سبينال كورد، ونتيجة وجود المايلين شيل راح تعطينا الوايت ماتر مال سبينال كورد، تمام؟ فهسه سبينال كورد صار سنترال النيوروتيوب نفسها الجزء اللي خاص بسبينال كورد صار السنترال بارت اللي هي نيوروبلاست زين؟ السيل بادي مالتها تعطينا موجود بالطبقة السنترال صحيح الماتر لاير. هاي الطبقة اللي موجود بها النيوروبلاست تكون رانا وصاص فتكون الجراي ماتر اوف ذا سبانال كورد. بينما الاكسس لما تطلع من هيك تروح للمارجنز مال سبانال كورد محاطه بمايلين شيل راح يكون لونها ابيض فتعطينا الوايت ماتر اوف ذا سبانال كورد. زين هسه نجي اكو مصطلحات بيزل الر روف فلور بليتس شنو ذن؟ نتيجة انه الهاي نيوروبلاست يعني احنا الكنال اللانج مالته نيوروبيثيليا يصير فيها ديفرنشيشن تطي المين تطي للخلف النيوروبلاست. فكونتينوس ادشن اوف نيوروبلاست باي ذا نيوروبيثيليال سيل راح تتجمع النيوروبلاست شنو؟ حول السبانال كنال. راح يطلع لنا راح ما راح تبقى مثل الدائره راح يصير فيها ديفرنشيشن الى فنترال اند دورسال ثيكنينج راح تصير شكلها هيج. يعني السبانال كورد بداية هو سيركولر بس هاي السبانال كانال
اللانج مالتها نيوروبلاستيل، هاي نيوروبلاستيل تتمايز وتنقسم وتنطي الى خلف نيوروبلاست، تنطي نيوروبلاست، تنطي نيوروبلاست، فتتجمع النيوروبلاست اللي هاي كلها صحيح المانتل لاير. زين؟ هاي راح يصير فيها ثيكنينج، راح تتقسم الى الفنترال بليت صحيح البيزل بليت اللي راح تحتوي على الخلايا العصبيه المسؤوله عن الموتور اكشن. والدورزال بليت زين راح تعطينا الالر بليت اللي تحتوي السنسري سيلز. اوكي؟ زين. شنو يعني الروف بليت وفلور بليت؟ هاي المنطقة اللي هي فنترال نصح لها فلور بليت ودورزال نصح لها الروف بليت. هاي المنطقة ما تحتوي على نيوروبلاست. فقط تعمل كشنو؟ كمنطقة باي باس. منطقة باي باس تمر من عندها شنو؟ الأعصاب والنيرف فايبرز خالية من النيوروبلاست. الفنترال اريا نصحي لها الفلو والدورزال نصحي لها الروف بليت. زين. بعد شنو اللي راح يصير؟ في منطقة الثوراسيك ريف واللي من T1 T12 ومنطقة اللمبر ريجن اللي هي L2 L4. زين؟ L2 L3 راح يصير تجمع من الخلايا جديد. زين بين الفنترال والدورسال بليت نصحي لها انترميديت هورن. اوكي؟ هاي الانترميديت هورن مسؤوله عن او تحتوي على النيوروبلاست اللي هي شنو تعطي؟ السمباثيك نيرفس سيستم، مسؤوله عن وجود خلايا سمباثيك نيرفس سيستم. وين موجوده؟ في مقطع الثوراسيك من T1 الى T12 واللمبر اللي هو L2 L3. سميناها الانترميديت فورم. زين؟ هاي فيما يخص السبانال كورد. اذا السبانال كورد هو يصير نتيجه التمايز بالنيوروبلاستيل الموجوده على السنترال كلام. تعطينا نيوروبلاست، النيوروبلاست راح ترجع لي ورا وراح تحيط فيما بالسبانال كلام. ونتيجه وجود السيل بادي مال النيوروبلاست بهاي المنطقه راح تاخذ الشكل الجراي ماتر وتكون الجراي ماتر او السبانال كورد. الاطراف مالتها الاكسسس بالمارجن وايت ماتر وجود المايلين شيت. هاي المانتل لاير او الطبقه السنترال راح يصير فيها تمايز اضافي نتيجه الكونتينوس اديشن اوف نيوروبلاست. راح تعطينا الفنترال بليت او البنت زين اللي هو الفنترال هورن اللي هي مسؤول تحتوي على الموتور نيورون سيل. راح تعطينا بالجزء الخلفي الالر بليت اللي هي شنو تحتوي؟ في مقطع طبعا قلنا اكو شيء اسمه الفلور والروف. الفلور الارضيه اللي هي الفنترال بليت اللي هي موجوده بالامام مال سبانال كورد، وقلنا هاي ديفويد من النيوروبلاست ما تحتوي نيوروبلاست فاستمت كباي باس للنيرف فايبر. وبالدورزال اكو الروف. منطقه التي 1 الى تي 12 ومنطقه ال 2 ال 3 اكو شيء اسمه الانترميديت هورن اللي يحتوي على النيرف سيل مال السمباتيك نيرفس سيستم. هاي بالنسبه لي السبانال كورد نفس السبانال كورد يعطي اشارات عصبيه للجسم عن طريق شنو؟ وايرات. شو نسميه ذي الوايرات؟ سبانال نيرف. نجي هسه نشوف السبانال نيرف من مين تنتج. كل سبانال نيرف في تو موتور او فنترال موتور ودورزال سنسر. تمام؟ مين جايه من تجمع النيرف فايبرز مال النيوروبلاست. احنا قلنا خليه عصبيه هي بودي واكسس يعني وذني الدندرايتس والاكسس. زين المحور بالاحياء كان اسمه المحور الرئيسي او طرف فتجمع ذني الاكسس او الاكزونز عفوا الاكزون تجمع الاكزون راح يسوي النيرف فايبر. خوش تجمع الاكزون راح يعطينا النيرف فايبر. هذا هسه هذا الشكل النهائي للكونستكشن بالسبانال كورد. هذا السنترال كانال، هذا الجراي ماتر، زين الانتيرير هون او الفنترال موتور هون والبوستيرير هون او الدورزال سنسري هون. السبانال نيرف زين هذا شو يحتوي تو قلنا الموتور الانتيرير موتور نير اللي هو عبارة عن نير فايبر ناشئ من النيوروبلاست الموجودة بالفنترال هورن.
البوستيريور نير روت اللي هو سنسري روت مين جاي؟ جاي من السبانال جانجليا الصيغة الموجودة بالسبانال جانجليا. اكو هنا هاي ستراكشر اسمها سبانال جانجليا تحتوي خلايا. الخلايا هذه الدندرايت شلون بروسس مالتها وين تروح؟ تروح باتجاه تتجمع وسوينا البوستيريور نير روت وتروح باتجاه البوستيريور هورن. اوكي؟ يعني الخلايا مال السنسري اريا موجودة هنا الان. السبانال كورد نفس السبانال نيرف العفو زين الخلايا اللي تعطينا البوستيريور روت البوستيريور نيرف روت موجوده بيبت بالسبانال جانجليا. الخلايا الموجوده هنا الشورت اكسس مالتها دندرايت تروح تتجمع تسوي لنا البوستيريور نيرف روت تتجمع تروح باتجاه الدورسال هون تتجمع وتروح باتجاه السبانال نيرف تتحد مع الانتيرير نيرف روت تعطينا سبانال نيرف. السبانال نيرف نفسه راح راسا ينقسم الى تو ريماي الانتيرير ريماي والبوستيرير ريماي. تمام؟ الانتيرير ريماي يغذي زين اللي هو الفنترال ريماي شو يغذي؟ يغذي الليمس الفنترال بودي وول الميجر نيرف بلكسس اللي هي البريكيال واللمبوساكرابرس بينما الدورسال برايمري ريماي يعطينا الاعصاب الحركيه والعزين اللي تغذي المسكلتشر مال الاكسس اكسيال مسكلتشر يعني مال سنترال بد يعني الفنترال يغذي الاطراف الليمس بينما الدورسال يغذي الاعضاء عفوا العضلات الموجوده يعني بالاكسس مال الجسم زين اضافه الى الفيرتبرا روت والسكين اوف ذا باك. تمام؟ بس عرفنا شلون تكون النيرف روت؟ نجي نسال الابنورمالتي النيورون شو؟ ابنورمالتي المشاكل اللي تصير من اثناء الديفلوبمنت مال النيورال سنترال نيرف سيستم ومن اشهر المشاكل هي المشاكل اللي تصير بالكلوجر مال النيورال تيوب. يعني اذا مش الكلوجر سلامات وماكو مشكله زين خلص. لكن شو وقت تصير المشكله؟ تصير المشكله لما تصير فيلر اوف كلوجر اوف نيورال تيوب في منطقه معينه. الفيلر اوف كلوجر اوف نيورال تيوب يكون نوعين بالسنترال بارت يعني بالسيفاليك ريجن بالبرين زين اوكي ممكن يسوي لنا الان انسيفيرون ماكو البرين نفسه اصلا يعني يضمحل عندنا البرين بس بينما بسبانال كورد يسوي لنا سبانا بفده. فالنيورال تيوب ديفكتس يقول معظم الديفكتس في السبانال كورد شنو سببها؟ ابنورمال كلوجر للنيورال كورد ما يصير فيها انقلاب شو كنت في الاسبوع الثالث او الرابع. فهذا المصطلح نيورال تيوب ديفكت هذا اجينا اطلقناه على اي مشكلة تصير أثناء الكلوجر مع النيورال تيوب سواء مشكلة بالمننجيز بالنيورال بس شو نفسه بالفيرتبرا ما تنغلق كل هذين نسميه نيورال تيوب ديفكت. أوكي إذا كان النيورال تيوب ديفكت موجود بسبانال كورد سباينا بفيدة سباينا يعني سباينال كورد بفيدة يعني منقسم سبليت. فهاي سباينا بفيدة هي نوعين أكلته مخفية زين سبانة بفدة أكلته وسبانة بفدة سيستيكا السيستيكا ظاهرة كسيست. الأكلته فقط فيلر أوف كلوجر مع الفيرتبر يعني النيرفز موجودات سوا وماكو أي مشكلة بيهن التيوب مغلق لكن الفيرتبر هي اللي ما صار فيها كلوجر. هذه عادة تكون مغطاة بالسكن وماكو في مشكلة يعني كماكو النير بس شو ما متأثر فقط تظهر كباج اوف هير باللور باك اوف ذا بود. تمام؟ خلاص بس. فأنا من أشوف هذا الشكل الموجود باللور باك اوف ذا بودي أتوقع إنه الأندر لاين فيرتبري ماكو بيها فيوجن سبليتد. تمام؟ ما عادة بهالحالة ماكو فد نير دامج ممكن بس سيرجيكال كوركشن لكن سبايك السكين ما موجود. السكين ما موجود. السكين شو يكون موجود؟ موجود لك سيست. وهذا السيست شنو ممكن حوق مكوناته؟ ممكن يحتوي فقط من انجيز وسيمينال
سيلفر فلويد اوكي او لا يحتوي مننجيز ونيرفس تشو. فاذا احتوى بس مننجيز راح يصيح له مينجيوسيل، اذا احتوى مننجيز ونيرفس تشو يصيح له مينجيومايلوسيل. طبعا خطورة اكثر بالمينجيومايلوسيل لان يحتوي نيرفس تشو. شلون اشخص الاسبانيا بالفيدا؟ اول شيء التراساوند، فالتراساوند اكزامينشن وفلو اوف للام اثناء الحمل ممكن نشوف اكو ابنورمالتي بالباك مال البيك. ممكن هذه الالتراساوند تعمل كسكرينينج، يعني انا اخلي ببالي لما اسوي التراساوند اكو ابنورمالتي باللور باك اجي اسوي شنو؟ تحاليل. زين، واحدة من السكرينينج هم اللي انا ادور بيها الابنورمالتي بالبيبي انكريس مادة اسمها الالفا فيتوبروتين. هاي الفا فيتو بروتين يفرزها الفيتو ليفر، تفرز من الفيتو ليفر تزيد او تقل معناها اكو ابنورمالتي. من اقيسها اكو ابنورمالتي تزودها اكو ابنورمالتي تقلل. فلما اقيس الفا فيتو بروتين يا اما بالاميوتيك فلويد نفسه يا اما من الماتيرنال سيرم، فهم يعني يعتبر كسكرينينج. زين، شنو السبب اللي يخلي الطفل يتعرض يصير عنده شنو؟ نيوروتيوب ديفكت. ممكن هايبرثيرميا يعني ارتفاع درجة الحرارة، ممكن عند البالبروك اسيد انتي بيبتيك دراج، الهايبر فيتامينوسيس او فاميلي هيستوري، يعني كلهن ريس فاكتور يخلي الام معرضة انه ابنها يصير عنده نيوتيوب ديفكت. شلون اتجنبه؟ هسه احنا روتينلي اي فيميل بالبروتكتيف ايج اذا ناوي يصير تحمل او تسوي طفل لازم قبل شهرين او 3 اشهر تاخذ فوليك اسيد وتستمر عليه لمده 12 اسبوع او 3 اشهر بعد الحمل. اذا اجت هي حامل راسا ما يعني ما ماخذه هذه الخطوه ان هي تاخذ فوليك، يعني انا قبل الحمل او ما مثقفه لهذا الشيء، راسا نبي لها فوليك ثيرابي لحد 12 اسبوع. زين، على مود نتجنب حدوث هذه المشكله. زين، هاي المراحل الكلوجر هنا بعد المستثمر يبدي باستفاق ودوز او الكورد دايركشن. هنا يبدي شنو؟ تصير ابنورمالتي بالكلوجر، وهنا ظاهرا شلون باقي هذه المنطقه ديفكتد وما صار بها كومبليت كلوجر. هنا كاستكشن يوضح لنا انواع الاسبانيا بفيد. هنا مثل ما قلنا نشوف النيرفس تشو ما في شيء، اسبانيا الكورد مكانه زين محاط بالمننجيز بصوره طبيعيه، لكن المشكله وين؟ الفيرتبرا هي فقط اللي سبليتد. يمكن يجي كسكن موجود لكن باتش اوف هير اوفر ذا باك. شوفي ال 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 هنا شو يصير؟ يصير ثيكنينج من الاكتوديام. الاكتوديام هي تعطينا الستركتشرز المسؤوله عن الكوميونيكيشن ويا الاوتسايد، يعني السكن، الهير، النيل. زين، الاشياء الحسيه اللي هي نيرفس تشو. فهنا شو يصير لما اكو فيلر اوف كلوجر بالفيرتبري راح يصير شنو؟ ثيكنينج بالاكتوديوم. الثيكنينج راح يسوي ديفرنشيشن الى النيرف العفو الهير سيل والهير. زين، كردة فعل من الاكتوديوم على فيلر اوف كلوجر اوف فيرتبري، لان اصلا الهير هو ناشئ من الاكتوديوم. اوكي؟ هنا المينجيوسيل زين بروتروست المينجيز بروتيود، لكن السبانال كورد مكان. دكتورة زين الفيرتبرا هم تنشأ من الاكتوديوم؟ نعم، الفيرتبرا تنشأ من البارا اكزيال ميزوديوم. اي نعم، شكو عظم بجسم الانسان ومصل وكارتليج معناه ميزوديوم. زين، ليش دكتورة هنا الفشل بال او الفيلر اوف كلوجر سبب سباينال بيفيدا اكولاتا؟ الكلوجر مالس النيورال تيوب يحفز الاوفرلاين ميزوديم على مود تنغلق عليه. اوكي؟ فاذا اكو مشكله ما راح تنغلق الفيرتبرا، ما راح تجي سيجنال للميزوديم يابا احنا كملنا وتمام الوضع انغلقين. تمام؟ فاي خلل بالنيرفس تشو يقابله خلل بيمن بالسراني فيرتبرا. زين، هنا عندنا المينجيوسيل فقط المينجيز ويا السيرفال فلويد. زين، وهنا شنو المينجيو مايلوسيل؟ لا، النيورال تشو كلها طالع. صورة هم الطفل هنا الاسباني بفيدا شلون ممكن يظهر للخارج. زين، هذا هنا هم بس بيعتبره كلوز عفوا سبليتد.
لا 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 من جهة يسير ولا من جهة مال يسير طالع النيرفز تشوف. الجزء الأخير محاولة احكي فيه على الكرانيال نيرفز. طبعا في الأسبوع الرابع زين الخلايا اللي تعطينا الكرانيال نيرفز كلها موجودة زين. كل الكرانيال نيرفز زين هن جاي عددهن 12. الأولفاكتوري والأوبتيك شيليهن البقية كلهن يشيلن من برين ستيم. فقط الأولفاكتوري والأوبتيك ينشئن من الفور برين زين من الثلث سفرون والدان سفرون. طبعا البرين ستيم زين ينشئ من الميزون سفرون. هاي هنا صورة بس يعني للاطلاع كل نيرف شنو من يعني من نشئته. تمام شكرا جزيلا. عفوا كثير.